مباراة دمك والوحدة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بالزر والاشتراك بقناة وشكرا لكم مسبقا، ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب كينك عبد العزيز سيتي ستاديوم، توقيت المباراة سوف يكون في الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة التامنة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب اما بالنسبه للقنوات الناقلة المباراه قناه اس اس سبورت اتش دي واحد الناقل الحصري للمباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا دعمنا بالقناة قناه وتفعيل خاص الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبرة ونضرب لكم موعد في موعد قادم